هلا اصدقائي، مثل ما عودكم اخبار جديده. ويلا خلينا نبلش. ان حدث كشف جهاز جالكسي اس 23 الترا يقترب بسرعه، اكد مسؤول تنفيذي في سامسونج للتو موعد عقد الحدث وما اذا كان سيكون حدثا شخصيا ام لا. ولكن قبل ذلك دعنا نتحدث عن بعض المعلومات الاخرى المثيره للاهتمام حول جالكسي اس 23 الترا. تاتي هذه المعلومات من ايس يونيفرس الذي وضع قائمه تحلل لماذا تستحق كاميرا اس 23 الترا الاهتمام. اولا يقول ان الكاميرا بدقه 200 ميجا بكسل تحتفظ بمزيد من التفاصيل الطبيعيه ولديها ضوضاء أقل. يقول إن التصوير بالنمط الليلي قد تحسن بشكل كبير. يلتقط S22 Ultra بالفعل صورا ليلية رائعة، لذا يبدو أننا في مفاجأة سارة مع الوضع الليلي لـ S23 Ultra. بعد ذلك يذكر أن الوضع العادي بدقة 12 ميجا بكسل يلتقط صورا أكثر تفصيلا. في الوقت الحالي تلتقط هواتف سامسونج صورا نابضة بالحياة وذات ألوان دافئة تبدو بصدق جيدة للعين، لذلك نأمل ألا تجعلها تبدو باهتة والصور الطبيعية جيدة فقط إذا كنت تقوم بتعديلها لاحقا. بعد ذلك تلتقط كاميرا التكبير 10 أضعاف بريسكوب صورا أكثر وضوحا وهو أمر رائع، وليس فقط 10 أضعاف ولكن 20 ضعف و 30 ضعف وحتى التكبير ب 100 ضعف ستشهد تحسنا. في الواقع ذكر أنه يمكنك رؤية تحسن ملحوظ في جودة الصورة في وضع التكبير 10 أضعاف مقارنة بـ S22 Ultra في بعض الحالات التي تلتقط بالفعل صورا مذهلة في هذا الوضع. وسيلعب الذكاء الاصطناعي دورا هائلا في تحسين تجربة الكاميرا بشكل عام لا سيما في صور التكبير. سيؤدي ذلك إلى تحسين الخطوط والأرقام والحروف وما إلى ذلك وجعلها تبدو أكثر طبيعية. أكد شركة كوالكوم بالفعل أنه مع سناب دراجون 8 جن 2 سيشهد تحسنا مذهلا مقارنة بسناب دراجون 8 جن 1، ويبدو أن سامسونج تستفيد منه بالكامل على S23 Ultra. والآن نعود إلى حدث الكشف عن سامسونج. صرح مسؤول تنفيذي بشركة سامسونج لوسائل إعلام كوريا الجنوبية أن سامسونج ستحتفظ بحدث الكشف عن الهاتف في الأسبوع الأول من شهر فبراير، وهذه المرة سيعقد في سان فرانسيسكو كاليفورنيا. سيكون حدثا شخصيا يمثل نهاية أحداث الكشف عن الهاتف عبر الإنترنت فقط التي نشهدها منذ الوباء. وكان الإعلان عن S22 يوم الأربعاء، فمن المحتمل أن يتم عقد حدث كشف الهاتف لـ S23 في الثاني من فبراير في الساعة 10 صباحا. أخيرا ظهر S23 و S23 بلس على تأكيد سعة بطاريتهما وهي 3900 ملي أمبير بالساعة و 4700 ملي أمبير بالساعة، أكثر مقارنة بـ S22 و S22 بلس. واكتب لي بالتعليقات شنو رأيك، تابعونا لأحدث التطورات عن الأجهزة. سلام.